السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الفيديو هو قصة مساعدة الناس، وقبل بداية الفيديو لا تسحطوا لايك للفيديو. ويلا نبدأ. في صباح ذات يوم كانت عائلة السيد مايكل يفطرون، وبعد أن انتهى الفطور تبقى بعض من قطع الخبز. حسنا بالعافية عليكم، أنا ذهب للدوام. حسنا يا عزيزي، يا إلهي حرام، لقد تبقى الكثير من الخبز فأرميه في القمامة. أمي لا، لماذا ترميه في القمامة؟ إنه زائد يا صغيرتي. لا لا أمي، سوف أعطيه للفقراء الذين بجانبنا. أي فقراء؟ لا يوجد فقراء في هذا الحي أمي. بلى يوجد، إنهم من الحي الفقير يأتون إلى حينا. حسن كيفك يا ابنتي، اذهبي واعطيهم. إذن حسنا يا أمي، حرام أن نرمي الطعام هكذا، فهناك محتاجون. وأنتم أيضا كذلك أصدقائي، إذا زاد أي طعام فأعطوه المحتاجون، لا ترموه في القمامة. حسنت فأذهب لأبحث عن الناس المحتاجون. من هذه السيدة؟ مرحبا يا سيدة، استيقظي. مرحبا. ماذا تريدين؟ ماذا هناك؟ أنا آسفة على الإزعاج، ولكن كنت سوف أعطيك هذا الخبز. شكرا لك كثيرا، شكرا لك، لا أعرف كيف سويت لك هذا الجميل. لا لا شكرا، لا نحتاج. شكرا لك كثيرا، بل شكرا لك أنت. الحمد لله أنني جائعة جدا. بالعافية عليك. كم هي مسكينة حقا. يا إلهي، أين أمي يا ترى؟ هل وجدت أي فقراء؟ أجل وجدت الكثير من الفقراء. حسن لقد حل الظلام. ابنتي اذهبي للنوم، فغدا هناك مدرسة. هيا اذهبي. هيا وداعا. وداعا يا امي، تصبحين على الخير، وانت من اهل الخير عزيزتي. يا الهي. في الصباح يا الهي، ماذا؟ انها الساعة 6:30. يا الهي، مايكل هناك. هيا استيقظ بسرعة، لقد تأخر وقتنا. 6:30. يا إلهي، هيا بسرعة البس، لقد تأخر الوقت كثيرا. استيقظ أيضا بنتك هذه. هيا استيقظي بسرعة يا ميرا، هيا بسرعة استيقظي. حسن يا أمي، الله، إنها 6:30. هيا تأخرت يا عزيزتي، بس أحضر لك الفطور. هيا البسي بكل شيء. حسنا يا إلهي، حسن ماذا سأحضر؟ حسن سأحضر التوست اليوم. حسن هذا جيد. ماذا ايضا معه؟ يا الهي، ما سوف البس اليوم المدرسة، حسن سوف ارتدي هذا. اكره اول يوم مدرسة، اكره كثيرا هذا اليوم. حسن لا بس، انا احب مساعدة الناس اساسا، لذلك اي محتاج سوف ارافق طريقه سوف اساعده. كره جميلة. حسنا الآن أصبحت جاهزة، ولكن فقط أخذ حقيبتي وأضع فيها كتابي. حسنا أصبحت جاهزة الآن. أمي أين هو فطوري؟ سوف أفطر في المدرسة، لا يوجد وقت هنا. أجل الآلم، خذي هذا التوست لك. حسنا حسنا يا أمي. هيا أبي. حسنا أين فطوري؟ خذ هذا وهذا. حسنا أشكر لك كثيرا، العفو. هيا يا أبي، هيا اللقاء، سلامكم الله. إلهي ابنتي تعالي. حسنا أسبي يا أبي. هي نذهب بسرعة، لقد تأخرنا كثيرا. يا إلهي، لقد اقتربنا. أنها تلك الفقيرة التي ما هناك ابنتي. أنا شيء لشيء أبي. حسنا هي اذهبي وداعا يا عزيزتي، وداعا أبي. أحلى صديقاتي، اشتقت لكم كثيرا، ونحن أكثر. يا إلهي، حسنا كما أنني أكره المدرسة، ولكنني فرحت جدا بلقائكم، ونحن أكثر. حسنا الآن سوف أضع حقيبتي هنا. هي بدون النذهب، فقط الكتاب او قلم من فضل سوقيه هنا. ألم تأكل فطورك بعد؟ أجل لم أكله، فقط أردت أن أكل في مزل، لا يوجد وقت هناك، الوقت قليل في الصباح. أجل أنك محقة حقا. دبل بس فقط، أبي صرخ علي قليلا يعني، ولم ألحق حتى أن ألبس شراب لبسته في السيارة. حس يا فتيات، هيا نذهب ونلحق الحصة. هيا. يا إلهي، أين كتبكم؟ إنها هناك، وضعناها في الفصل. أنتم ما لابد أنكم أتيتم بدلي. أجل قليلا. لنذهب. ها قد وصلنا الفصل.
اللي هي فتيات ما بيها جنة، لا نعلم فيه من الصباح وهكذا حزينة. يحق أن حتى وحدها في الخلف، لا نعلم حقا ما بيها أيضا. وأيضا آتي المدرسة بالبيجامة، هذا حقا غريب، إنها مسكينة بدنها فقيرة. حسن، صباح الخير يا طالبات، صباح الخير يا معلمة، كيف هو حالكم؟ هل أنتم بخير؟ أجل معلمة كيف حالك؟ أنا بخير، اليوم لن نأخذ الدرس، فقط سوف نحكي عن مثلا ماذا فعلتم في الإجازة وهذه الأشياء. ياي حسن يا معلمة. بعد انتهاء الحصة، حسن فعلا كان كلامه معكم جميلا جدا. الآن هي سوف أذهب، إذا بتفسح يا عزتي، وداعا وداعا. حسن هيا بنا لنخرج. حسنا، ولكن من سوف يتفسح معها؟ إنها حقا مسكينة، علاج إنها مسكينة. ماركو نظم نكلمها أو شيء أما هكذا. شكرا تجي. مرحبا جنى، كيف هي حالك؟ أنا بخير. تعالي جنى، نريد التحدث معك. ماذا هناك؟ نريد أن أقول لك، ماذا بك؟ لماذا أنت حزينة هكذا؟ فنحن صديقاتك ونريد أن نصبح صديقاتك. لماذا أنت لا يعني لماذا أنت لا تكلمينا وأنت حزينة منذ الصباح؟ في الحقيقة أنا أحتاج إلى المال يا عزيزتي، ولكن لماذا لم تخبرينا منذ البداية؟ أنا أحتاج إلى المال لأن أبي لقد تعرفون أنه لقد توفى، ولقد أصبح أمي فقيرة جدا، وحتى أنني لم أستطع أن أشتري ملابس المدرسة في بداية هذا العام. كم تحتاجون إذن؟ نحتاج إلى 500 دولار، ولكن لا أستطيع، ولا أنا، فنحن يعني نعتبر متوسطون. حسنا، أنا سوف أساعدك. شكرا كثيرا، أنا حقا لا أصدق هذا، ولكن كيف؟ لا عليك، فأبي يشتغل في شركة كبيرة، إن شاء الله أستطيع أن أسدد لك هذا المبلغ، ولكن لماذا؟ لنسدد أجار منزلنا، إنه غال جدا. وماذا عن مأكلكم ومشربكم؟ لا عليك، فأجار منزلنا 400، ونحتاج لمأكلنا ومشربنا 100. شكرا لك كثيرا، 500 تكفينا. عزيزتي حسنا، أمشي سعادتك. شكرا لكم يا فتيات حقا. هيا أهلنا بتفسح سويا. وفي نهاية الدوام، حسن آمل أنني لم أتأخر على والدي، سوف يغضب مني كثيرا. حسن لقد وضعت كتابي في المدرسة جيد. حسنا أتمنى أنني لم أتأخر يا ويلي. جيد، لم يأتي بعد، جيد جدا. أسف يا بنتي على التأخير. لا يا أبي أنت لم تتأخر. حسنا جيد، إذن هي تعالي. أبي انتظر، ماذا هناك؟ سوف ساعد تلك الإمرأة على عبور الشارع. عزيزتي حسنا بس. هل تحتاجين مساعدة؟ يا ابنتي يا ليت. حسنا تعالي إذن. شكرا لك يا عزيزتي، لو معي حلوة لكن أعطيتك. لن أحتاج، فأنا أساعد فقط من أجل أن أكسب الأجر لا أكثر. ابنتي عزيزتي، أنت فعلا تحبين أن تساعد الآخرين. أجل أبي، أريد أن أكلمك في موضوع. ما هو الموضوع يا صغيرتي؟ أبي إن صديقتي تحتاج إلى الأموال. أجل إنها فقيرة جدا، وأنا بالحقيقة إنني يعني أحبها كثيرا، وهي طلبت 500 دولار فقط. أجل يا أبي، عزيزتي سوف أعطيك إياها بالطبع. شكرا أبي كثيرا. العفو عزيزتي، هيا ندخل إلى المنزل الآن. عزيزتي كيف كان الدوام معك اليوم؟ جميل جدا يا أمي. رائع. هل أخذتم اليوم دروس؟ لا لم نأخذ. جيد. عزيزتي ماذا هناك؟ ماذا بك؟ هناك خبر سيء جدا 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 جدا. ماذا هناك يا أبي؟ ماذا حصل؟ أنهم سوف يقولوني إلى بلدة بعيدة جدا، سوف أسافر إلى تلك البلدة. ماذا وكيف تتركنا هنا وحدنا؟ عزيزتي إن لم أفعل هذا سوف يفصلوني من الدوام. خذوا، لقد وضعت لكم 500 ألف دولارا لتحتفظ بها بكل السنوات التي سوف لن أكون معكم لتمضوها معك. أبي ماذا تقول أنت؟ عزيزتي أنت ماذا تتكلم؟ لا هذا مستحيل يا عزيزتي، لو لم أذهب سوف يصيرون من عمل، ولن نكون أغنياء، سوف نكون فقيرين جدا، ونكون مشردين. يا إلهي لا أستطيع الفراقك، ولكن مدام الأمر فيه يعني أن يكون عمل وهكذا، اذهب. لا أبي لا أستطيع أزعجك. أبي لا تذهب، أنا أسف، قلت لكم أنني وضعت لكم 500 ألف دولارا، وأيضا أنا يعني لا أعلم ماذا سوف أفعل، يعني ماذا؟
أوه عزيزي حبيت أن أتكلم هكذا. حسنا إذا اذهب إلى العالم عملك، ولكن لا بأس بعود لكم إن شاء الله بعد سنوات. حسنا لا بأس. أنا آسف جدا، وداعا وداعا أمي. كيف ذكي هي ذهب عزيزتي؟ سمعتيهم ماذا قال؟ لا نستطيع لا نستطيع. وبعد مرور سنوات عديدة وانتهت النقود التي أعطاهم إياها السيد مايكل، ولذلك لا يستطيعون أن يدفعوا أجار المنزل. يا عزيزتي ابنتي، ما سوف نفعل الآن؟ سوف يطردنا راعي الأجار، ماذا سوف نفعل الآن؟ أمي لدي خطة. ما هي الخطة؟ بأننا أقول لصديقتي التي ساعدتها في القدم لقد أصبحوا أغنياء أن تساعدنا وتعطينا بعض الأموال. من تقصدين؟ أقصد جنى يا أمي. جنى؟ ولكن ما أدركي عنه، وما أدركي من، وما أدركي هي أين حتى. أمي لا عليك، إنني أعرف منزلها، آمل أنها لم تغير منزلها بعد. حسن حسن، اذهبي إذا واطلب منها مساعدة. هي ليس في يطردنا أكيد راعي الأجار بالطبع. يا إلهي سوف أحاول. ها أنتم، ألم تخرجوا بعد؟ هيا أخرجوا من منزلي الآن بسرعة، هيا أخرجوا. حسنا سوف نخرج أساسا الآن. يا إلهي ما هذا الضجيج. سوف أكلم أمي أساسا ونذهب من هنا. أمي هيا نذهب من هنا في هذه المنطقة، هيا نأخذ هذه الشنطة نضع فيها ملابسنا ونذهب من هنا. عزيزتي كيف ما تتكلمين؟ ولكن كيف سنعيش بقية حياتنا هكذا مشردين؟ أمي اسمعيني ماذا قلت، هيا نلم أغراضنا هنا ونذهب من هذه المنطقة. ونقول لك أساسا لا نحتاج شيئا من هذا المنزل، هي ندفع حسب. حسنا يا ابنتي هيا تعالي. إلهي هيا اذهبوا من عند منزل، هيا اذهبوا اذهبوا. من قال اننا سوف نبقى اكثر من هذا؟ يا ابنتي ماذا سوف نفعل الان؟ امي ارجوك لا تقولي هذا، ان شاء الله سوف نجد حلا وسوف ترين. والله الهي جنى ميرا ماذا حصل لك؟ لماذا انت هكذا في الشارع ولبسك مبهذله؟ انا وامي لقد طردنا من منزل الاجار. ماذا وماذا عن اباك؟ الم تنسي ان ابي لقد سافر منذ زمن طويل منذ عده سنوات؟ وأجل أجل حسن تعالوا إلى منزلي، هيا تعالوا ادخلوا ادخلوا أرجوكم. أوه حسن تفضل تفضل أرجوكم اجلسوا. ولكن ماذا عن أمك؟ أمي لقد توفت السنة الماضية. أوه عزيز لا تحزني. لا 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 أحزن أنا، ولكن سوف أقدم لكم بعض الأطعمة. لا لا شكرا لك حقا، خذ على الأقل هذه التفاحة أرجوكم، أنا لست جائعة. أمي خذيها. حسنا لا تحتاجون الشيء أرجوكم، عيشوا معي فأنا أصبحت وحيدة الآن، فقط هذا المنزل كامل لي. لا أعرف، ولكن تعالي تعالي سوف أريكم شيئا. ماذا هناك؟ تعالوا سوف أريكم شيئا. هل ترون تلك الغرفة؟ أجل هذه الغرفة بكاملها لا يوجد أحد فيها، لذلك أنتم سوف تنامون هنا. أنظر طابقين من السرة، وهنا سوف تضعون ملابسكم أو أي شيء، وأنا سوف أشتري لكم ملابس. لقد أصبحتم من أغنى أهل المدينة. أو أجلنا نعلم هذا، الحمد لله أجل الحمد لله. وأنا لدي غرفة، لا عليكم لدي غرفة هناك، لا عليكم. حسنا شكرا لك، نحن لا نعرف كيف سوف نشكرك. حقا لا نعرف كيف سوف نشكرك. أوه لا داعي الشكر حقا. وهكذا عاشوا سويا لمدة سنوات ولمدة سنتين. وفي يوم من الأيام كانت ميرا تتنزه في الخارج، سبب لاشتري بعض الأغراض من البقالة، ولقد قابلت شخص ما. ميرا هل أنت ميرا؟ ماذا؟ سوف تتساءلون من هذا الرجل، لكنه كان والد ميرا، ولقد عاش معهم وكل شيء، وكذا عاشوا سعيدون. وفقط أنا عند الحلقة، أتمنى تعجبكم. إذا عجبتكم هذه الحلقة لا تنسوا لكم سبسكرايب. والفكرة من الحلقة أنه إذا ساعدتم ناس سوف يأتي يوم ما يساعدونكم، مثل ميرا وجنى عندما ساعدتها جنى، عندما ساعدت ميرا جنى، وبعدها بعد سنوات ساعدت جنى ميرا. وفقط إلى اللقاء.